إلى احتفالات موقع إكسبو 2020 في دبي، فقد بدأت الاستعدادات هناك لإطلاق الاحتفالات المخصصة بأعياد الميلاد وقدوم العام الجديد. تبلور ذلك عبر تنظيم سلسلة فعاليات ثقافية وفنية وترفيهية تضم فقرات فنية وموسيقية، وقد توافد آلاف الزوار إلى ساحة الوصل لمشاهدة زينة أشجار الميلاد والحضور الحي لشخصية سانتا كلوز أو بابا نويل. ينضم إلينا من معرض إكسبو في دبي موفدنا إلى هناك كريم ناصر. إذن إكسبو دبي على موعد مع هذه الاحتفالات بأعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية، صف لنا الوضع ونحن يعني نشاهد طبعا هذه الفعاليات في خلفك. نعم فضيلة، اكتسى إكسبو بألوان وأنغام أعياد الميلاد، اللون الأحمر والذهبي والأخضر وأيضا اللون الأبيض لون الثلج، ولكن ما يميز زينة إكسبو هذه السنة هي ضخامتها. يعني مثلا هذه الهدايا ضخمة للغاية، هناك أيضا أشجار لعيد الميلاد ضخمة للغاية، ولكن هناك أيضا صندوق كبير سيضع فيه الأطفال أمنياتهم لسانتا كلوز أو بابا نويل، وهذه الأمنيات هذه السنة بها بعد إنساني، فسيضع الأطفال هذه الأمنيات للأطفال الأكثر حاجة الأكثر احتياجا على أن يلبيها بابا نويل، سواء كانت الأقل حظا في التعليم أو الصحة أو ما إلى ذلك. ولكن على الجهة الأخرى هناك فعاليات رائعة فيما يتعلق بالموسيقى، الموسيقى الآن كلها موسيقى أعياد الميلاد، هناك أيضا بعض الدروس في الطهي مثل طهي الكعك أو طهي الشوكولاتة أو حتى الديك الرومي، هذه الأطعمة التي لها علاقة بهذه المناسبة، مناسبة رأس السنة وأيضا أعياد الميلاد. كما سيكون هناك أيضا الكثير من الموسيقى والكثير من الأطفال الذين سيغنون أغاني أعياد الميلاد، والموسيقى ستكون موجودة بطبيعة الحال في ساحة اليوبيل. هناك فعاليات حتى مختلفة من جميع أنحاء العالم، المطرب مثلا تامر حسني سيكون متواجد الليلة على ساحة اليوبيل. إذن الأجواء بامتياز هي أجواء أعياد الميلاد، والألوان وزينة الأشجار هي لأعياد الميلاد في إكسبو دبي. نترقب ذلك كريم ناصر، موفد سكاي نيوز عربية إلى موقع إكسبو 2020 في دبي. شكراً.